أما الآن فمع أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزات. شكرا صحر ناجي وشكرا رغدة أبو ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسوماً توضيحية تسلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي. وقد أظهر التقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال، حيث زادت قيمة صادرات مصر منها أكثر من 13 ضعف لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-22 مقابل 600 مليون دولار في عام 2013-2014. وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال 21 مقارنة بعام 2020. كشف تقرير دولي عن استحواذ مصر ونيجيريا وكينيا على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية في إفريقيا لعام 2021. وسلط التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يؤكد النضج السوقي والذي تشهده مصر، حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي في عدد من المستثمرين، بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية. أعطى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتوغاز بالعامرية، وذلك لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي. أوضح الملا أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع إنتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط لمصانع شركة جاسكو بالأسكندرية، والتي تقوم بفصل المشتقات، بما يوفر إنتاجا جديدا من مشتقات الغاز الطبيعي لعدد من المجالات كخليط الإيثان بروبان، والذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات. عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعا مع وفد شركة فيليكس بي اي تي، احدى الشركات الهندية العاملة في مجال صناعات البولي استر. وتستهدف الشركة استثمار 110 ملايين دولار في مشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة. يستهدف هذا المشروع انتاج 400 ألف طن من راتنج البولي استر سنويا، كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشر و500 فرصة عمل غير مباشرة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام القادم، ليدخل حيز التنفيذ في أوائل العام 2024. إلى أسواق المال، حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9933 نقطة، متراجعا بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2192 نقطة، متراجعا ومرتفعا بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3127 نقطة ليصعد بنسبة 41% ويغلق عند مستوى 3140 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي
ما قيمته 19 جنيه و42 قرشا للشراء و19 جنيه و53 قرشا للبيع، وسجل اليورو 18 جنيه و82 قرشا للشراء و18 جنيه و94 قرشا للبيع. اما بالنسبه للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته الى 21 جنيه و9 قروش للشراء و21 و22 جنيه و21 قرشا للبيع. بالنسبه للدرهم الاماراتي والعملات العربيه فقد وصلت قيمته الى 5 جنيهات و28 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع. وبالنسبة للريال السعودي فقد وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و16 قرش للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. في منطقة الخليج أغلق مؤشر البورصة السعودية منخفضا بنسبة 2.6% متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط. أما في بورصة الكويت فأغلق مؤشر السوق الأول منخفضا بنسبة 2.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%، وكانت الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تراجعت في آخر تداولاتها بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي وجراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. أطلق العراق عمليات تشغيل تجريبي لمصفات جديدة للنفط في خطوة من شأنها مساعدة العراق على تقليص واردات من الوقود بشكل كبير. وأكد وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل أكد على أن الطاقة التكريرية لهذه المصفاة تبلغ 140 ألف برميل في اليوم، وأنها ستسهم خلال الفترة القادمة بتغطية جزء من الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد للمشتقات النفطية والوقود. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع سحر ورغدة. شكرا لك مصطفى مزار.